القرش موروث شعبي قديم يتم فيه طهي كل أنواع الأكل الذي لا يتم طهيه خلال الشهر الفضيل. بصفة عامة قرش قديما كنا قبل بيوم من رمضان نقرش. وش معناها نقرش؟ نجيبوا مأكولات وناكلوها مع العائلات مع رانا مع الفاميليا مع كل، ونديروها حتى مع الأصحاب كما درناها اليوم هكا شفتوها وصورناها. نجيبوا المأكولات التقليدية ونجيبوا الناس حتى سميناها الموروث. القرش هذا يجي يوم قبل رمضان، كنا نقرشوا بالفول ونديروا النفقة بالنسبه طيب القصي في العشية. هذا القرش، هذا الحاجات اللي ما تطيبش في رمضان، في العادة نتاع رمضان ما نديروهاش، نديروها نشبعوا بها قبل رمضان، ومن بعد نديروها نهار اسمها الفطار ثاني كيف نديروا الفول والحمص، حاجة بسيطة. ديما يقولوا اليوم القرش غدوة طويان الكرش، دائما في بداية رمضان معناها أن الإنسان هذا الإنسان الصوفي يعبر بأنه راهو باش يحبس عن المأكولات كلها، سميناها المأكولات هذه في 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 طويان الكرش، واليوم راهو القرش هذا موروث شعبي. كما تتواصل السهرات التي تسبق رمضان بالشاي والمكسرات واجتماع العائلات في جو روحاني. وهذه اليوم كأننا نكرم في العائلة، أي أننا نقوم بأشياء اللي هي في ظاهرها شيء ودخلها هو أن نوعوا خاصة في اللي باش يسلموا أول مرة، كما شفتوا الخيط هذاك كذا نجيبوا فيه الذر هذوك ونقيسوا لهم بالخيط نشوفوه معناه للسيم وانه ما يسيم، بحضور العائلة كل بيان سور وبحضور الجمهور. القرش هذا هو في جميع الأطباق اللي موجودة اللي في المنطقة هنا في ولاية الواد، وكذلك مثلا نعرفوا قيمة الموسم تاع شهر رمضان المبارك، الطريقة كيفاش يكونوا العادات التقاليد مثل كيفاش يصيم الإنسان، معناه كيفاش طريقة تقليدية، كذلك معناها تكون كاينة لمة عائلية سواء من العائلة سواء من الأفراد سواء من الأصدقاء. القرش عادة وموروث يؤلف القلوب، فالمحافظة على هكذا تقاليد تعكس هوية المجتمع الجزائري الصحراوي الأصيل.